نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. صبتوا شي فطور ولا مازال؟ اول حاجه اليوم عندي غنصاوب واحد الخبيزات كيدخلوا الفران بواحد الحشوه زوينه وسهلين. اول حاجه غادي نحتاجو في هذه المقادير هي 3 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق، بيضه، قبصه ديال الملح، جوج معالق كبار ديال زيت العود، وواحد الكاس ديال الحليب دافي، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، خميره فوريه، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. هادو بالنسبه للعجين. اول حاجه غنديرها غنخوي الحليب والخميره وديك معلقه ديال سنيده، نخليهم حتى ينفعلوا عاد باش غادي نرجعوا نكملوا المقادير الاخرى. هي دابا الخميره ديالنا منين انفعلت لينا، احنا دابا غادي نديروا هاد المكونات كلهم في العجانه نعجنوها، تقدروا تعجنوها باليد. العجينه ملي تعجنات خاصها تكون شويه رطبه، غادي نغطيها ونخليها تخمر ونرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم الحشوه اللي غنديروا في هذه الخبيزات. بالنسبه للحشوه كاين فيها هنا تقريبا واحد جوج بصلات متوسطين في الحجم ديالهم، هنا عندي تقريبا واحد 3 ديال الفلفلات حلوين ما بين الخضراء والحمراء، شويه ديال الزيتون، شويه ديال القزبر، يعني غناخذ منه غير شويه ماشي هذه الكميه كلها، واحد شويه ديال الكورجيت، واحد شويه ديال الخيزو، عندي هنا شويه ديال الطوم، عندي هنا واحد شويه ديال زيت العود يعني تقريبا واحد جوج معالق، وعندي هنا شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الزعفران حرقهم، وشويه ديال سكنجبير، وشويه ديال التحميره. ونبداو على بركه الله. شعلت على المقله ديالي، غندير فيها شويه ديال زيت العود نصف ما تزيد، انا غندير ديك البزاق شحال هنايا، شفتي ديال الملحة عليها ديك التفاح الحلوة اللي قلنا، نخليهم يتشحروا شوية. الخيزو اللي قلنا وداك شوية ديال الكورجيت، شويه ديال القزبر، البنات الزيتون، نزيدو دوك التوابل اللي قلنا، ونخلطو. نخلطو
ليها حتى واحد الشويه ورجع معكم. ملي خمرات لي هاد الخميره هادي الحشوه ديالي ها هي بردات، غنزيد عليها داك الطون، نزيد عليها داك الطون وغنخلط شويه. ها هي العجينه، غنحاول نديروها كويرات صغيره. شموس دابا غنديرها كويرات بحال هكا صغار، تقريبا جاو عندي تقريبا 10 ديال القطع. العجينة راه كتجي رطبة، الكيسان كاملين تقريبا اللي عبرت بهم راه ديال العنبة، اللي عبرت بهم الدقيق و سميتو راه والحليب راه ديال العنبة، الكيسان ديال العنبة ولا اي كاس درتو شدو به العبارات يكونوا كاملين بحال بحال. نحاول نسرح شويه هاد العجينه هادي وندخل فيها هذيك الحشوه. نسدها بحال هكا. دابا زينت هاد الخبيزات ديالي بخطوط بالجنويه عبيت نضحك معاكم. زوقت هكا شكل خطوط وغندير صفر ديال البيض من الفوق، درت لي شويه ديال الخل باش تحيد هذيك الزفره ديال البيض. كل واحد كيفاش كيبغي يزوق الحاجه، ماشي بالضبط تبارك الله كل واحد وكيفاش الطريقه ديال التزيين ديالو. انا غنزينها دابا بالحبه السوداء، حبه البركه. بيتو تزينوها بالجنجلان، زينوها بالجنجلان. وندخلوها الفران ونرجع معكم ان شاء الله. دابا غادي نقدم لكم واحد العصير، كنحتاجو فيه هنايا واحد 3 ديال الليمونات، جوج ديال البيشات كبار، 3 ديال البنانات، العصير ديال البيش وديال المونغ، وشويه ديال لافوكا والحليب، ومعلقه ديال سنيده كبيره. نبداو على بركه الله. بسم الله. غندير ليمون Thank you.
العسل راه مول فديما كنديرو معكم، بغيت غنشاركو ندير فيه الليمون. بيطات هذيك الحشوه شاط ليا منها شويه، زدت عليها شويه ديال الخس وشويه ديال الفرماج هذا مثلث وشويه ديال الزيتون بيض وشويه ديال الزيتون كحل وصافي. غادي نعمر بهم هاد البيطات، المهم حتى شي حاجه ما تضيع. بسم الله. هي ديال الطابله ديال الفطور ديالنا، هما دوك الخبيزات منين خرجتهم من الفران، هما دوك البيبيطات منين عمرتهم، وها العصير اللي صوبنا بجوجهم. نتمنى هادشي اللي قدمت لكم يعجبكم وتشجعوني في القناه وبالصحه فطوركم، والى فيديو جديد ان شاء الله. بلاتي نقطع لكم شي وحده، ها هي كي كتجي كتجي رطبه وزوينه. المهم حاولوا تجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم، وبصحه فطوركم. الى فيديو جديد، سلام.